زي الماتش اللي جاي. يعني خلينا نتكلم شويه فني كده، وانت انا عارف انت كمان بتفهم كوره كويس قوي، وزي ما بقول دايما مشجع التالتة شمال بيفهم كوره كويس. شايف المباراه ازاي فنيا؟ يعني بص، هو طبعا الماتش الجاي ماتش صعب جدا، انت غيابات كتير قوي. انا هقول لك حاجه برضو، تعال نمسك الموضوع بشكل تاني عشان في نغمه يعني مش عجباني قوي بتاعت ان الاهلي فيه هزه واللي حصل مع رمضان واللي مش عارف ايه الفتره اللي فاتت يعني، والكلام اللي اتقال كتير ده. وفي ناس تقول لك تريقه كتير، يقول لك الاهلي بمن حضر الاهلي. لا، هو الاهلي بمن حضر، طب مش انا اهلاوي. وهقول لك ليه. يعني انا 2014 كنت في البرازيل انا وائل جمعه، لو تفتكر البرنامج اللي كنا عاملينه انا وائل. بالظبط، كاس العالم. وجالنا هشام وشيكو كان بيعملوا معانا حلقه، هشام وشيكو زملكاويه يعني زملكاويه. اوكي. وكانوا بيعملوا معانا حلقه وقاعدين، ف مع احترامي الكامل لرمضان، لان رمضان اخويا الصغير وانا بحبه جدا وهو عارف ده. بس الماتش ده لو تفتكر هاني، كان حتى ميدو هو اللي كان مدير فني لنادي الزمالك، واحنا فرقتنا انا مش عارف دول مين، قسما بالله انا هو اهلاوي جدا. ما تعرفش مين؟ ما اعرفش اسمه. رمضان ما كانش، كان ده كان ثاني ثانوي ولا حاجه كده، كان لسه صغير جدا. كريم بامبو. ومش عارفين احنا اسامي. وفرقه الزمالك اجهز بكثير، مش تقليلا من نادي الزمالك، بس الاهلي بمن حاضر. مين اللي قال الكلمه دي ساعتها؟ كان وائل جمعه. انا بقول له وائل احنا النهارده، انا بقى اقرا تشكيل هاني مش عارف مين دول. طبعا. فقلت مش عارف مين دول فعلا، انا مش بقلل من قدرهم. رمضان لعيب كبير وكريم لعيب كبير، بس كانوا صغيرين محدش عارف. عيال صغار، انا مش عارف مين دول اصلا. وائل قال لي هنكسب، احنا هنكسب. وائل جمعه. قال لي يا فهمي الاهلي بمن حضر. فالناس اللي تقول لك ان عشان رمضان مشي او غير رمضان مشي او مش عارف ايه، خالص الهزه دي مش هتاثر على النادي في اي حاجه. احمد، طب بمناسبه الموضوع